اهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا. اليوم ان شاء الله احنا خارجين من مدينه الرشيديه وماشيين لمدينه الدار البيضاء. غادي تشوفوا معنا الطريق اللي تنديرو والاجواء وفوقاش غادي نخرجوا من الرشيديه وفوقاش غادي نوصلوا لكازا ونشوفوا الاجواء اللي تندوزوا في الطريق وبعد الوقفات او بعد البلايصات اللي تنجلسوا ما بين الرشيديه حتى الدار البيضاء. فرجه ممتعه. ما تنساوش اللي مازال ما ابونيش في القناه، مرحبا بكم الف مرحبا، والناس القدام هم الركيزه نتاع القناه. شكرا لكم جميعا وفرجه ممتعه. هنايا داخلي الحمات نتاع مولاي هاشم، جايه ما بين الرشيديه والريش. هنا هاد الحمات معروفه بالما ديالها ومعروفه بشحال من واحد تداوى بها الحمات، شحال من واحد تيكون فيه الحجر في الكلاوي تداوى بها. هنايا راهي لهاد الوقيته نتاع الصيف وجات في الجفاف وجات في واحد الوقيته هاد العام كانت الحراره مفرطه في الرشيديه. اما هي تتكون الدنيا خضراء وزوينه، الناس دابا الصباح بكري اما هي تيكونوا الناس تيبيعوا ويشريوا فيها، تيبيعوا هادشي نتاع الاعشاب، الاعشاب موسمه نتاع اتاي، تيبيعوا فيها شحال من حاجه بحال هاد لابيسين صغير تيبقاو يعوموا فيه، تيعوموا فيه راه تيكون عامر حتى لديك الدرجه الاخرى، وتيكون الماء ديالها ماشي بارد، هي الماء ديالها سخون ما تقدريش تشربي واخا هكاك سخون بزاف، والدنيا تتكون زوينه. هنا راهي الصباح بكري، الناس مازال ما فاقتش، ومع الحجر ونقصات السياحه في هذه البلايصه. اما هي بلايصه زوينه وتيكونوا مهلين فيها ومقادينها، ولكني مؤخرا بحيلة تهملات شويه. هنايا الماء اما هنايا تيكون نقي وتيكون زوينه البلايصه، وتيكونوا صحاب سيكوك، صحاب الاعشاب موسمه، شحال من حاجه تيتباعوا هنايا. حتى هاد لابيسين تيكون عامر، تيكونوا تيعوموا فيه الوليدات الصغار، فاش هو الماء ديالها سخون ماشي بارد بارد ولكن سخون. وكما سبق وقلت لكم هاد الماء راه ما زوين وصحي، شحال من واحد انه تشافى منه، كانوا فيه الحجر في الكلاوي، شحال من واحد. انا خصيصا مشيت لواحد الطبيبه وهي قالتها لي، قالت لي عندكم في المنطقه ديالكم راه واحد العين سميتها حمه مولاي هاشم، راه شحال من واحد يمشي لها على حساب الكلاوي، هي زوينه بالنسبه للكلاوي. هنا راه ما عمراش بزاف، وديك البلايصه واقيلا اللي تيعوموا فيها الوليدات، هما هي راه تيعوموا في ديك لابيسين التحتاني، تيعوموا فيه الناس بزاف، وتيكون المنظر زوين. هاد المره لقيتها خاويه، و
حتى كاين شويه ديال الاهمال في ديك المنطقه بزاف. من بعد الطريق اللي من مورا الحمات كاين الريش، كاين ميدلت، وكاينه زايده. غادي نشوفوا هاد المناطق كاع كاملين. هنا الدخلان تاع ميدلت، هنا ميدلت تكون شويه بارده على الرشيديه، وبالنسبه لميدلت معروفه بالتفاح، تيكون فيرمه بزاف نتاع التفاح، وفيها حتى هي جريده زوينين. انا حنا دايزين غير في الشارع الرئيسي، ما دخلناش للداخل. هنا الشارع الرئيسي فاش دزنا، وغادي نشوفوا تفاحه، او كاينين جوج تفاحات اللي كاينين وسط المدينه اللي معروفه بها المنطقه نتاع ميدلت. تحيه للناس نتاع ميدلت. هنا غادي نجلسوا في البلاصه نتاع زايده، معروفه بالشوا، وهنا الفطور غادي نفطروا فطور الصباح. وتقريبا نص نتاع الطريق تيجلسوا فيها كاع الشوافريه وصحاب الكيران وكل تمايا تيجلسوا، تكون فيها البلاصه نتاع الشوا بزاف. هنا واحد العين تجي ما بين زايده وازرو، زوينه واحد العين خرجه زوينه، فيها الماء بارد 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 بزاف. وكاينين هاد البليصه تيبيعوها فيها الناس الديسير، تيبيعوا فيها هادشي الازير، الزعتر، هادشي الاعشاب، هادشي الاعشاب نتاع البرد. وزوينه زوينه ديك العين بزاف، تيبيعوا فيها العسل، اللوز، قرقاع، شحال من حاجه، واكثريه تيبيعوا فيها هادشي نتاع العشوب. والماء ديالها برد سبحان الله، بحال كاين في الثلاجه، برد برد بزاف وزوينه. ضروري فما ندوزو في هاد الطريق، تنبركو فيها شويه عاد تنكملو الطريق ديالنا. نسيت السميه نتاع هاد العين، كان قالها ليا واحد السيد ونسيت ما قيتهاش، نسيت سميت هاد العين، ولكن زوينه غير هي التهلو ما كاينش بزاف في هاد الطريق، ما كاينش بزاف التهلو. نتمنى من الله يشوفوا من هاد الطريق ويتهلاو بحال هادشي، هاد المنيدرات، هاد العيون، وهادي يتهلاو فيهم. هنا غادي ندخلوا لازرو، واحد البلاصه الاولى فاش كوني طالعه من الرشيديه، البلاصه الاولى اللي تيكونوا فيها القروده، واحد المنيدر الزوين والشجر تبارك الله عالي وطويل، وواحد المنظر رائع رائع رائع. وتحيه السي عبد القادر اللي كاين تما، اللي تيبيع هادشي نتاع الحجر، وتيبيع هادشي نتاع هادشي كما تشوفوا في الفيديو، هادشي نتاع شي حاجه قديمه بحال هادشي نتاع الحجر، العقيق، هادشي دزوارت، بورت كليب، بحال هادوك السبنيات نتاع الشلوح، بالنسبه للحجر نتاع الكحل، شحال من حاجه تبيعها زوينه. تحيه لسي عبد القادر، ومرحبا باي واحد، اي واحد مشى لازرو يشوف هذا السيد، راه تبارك الله، شكرا ليه، شكرا ليه بزاف بزاف بزاف. كان دار معنا واحد شي مشحال هذه، تقريبا هذه شي 3 سنين وما نسيتوش، وتحيه ليه بزاف. شكرا شكرا لسي عبد القادر بزاف بزاف بزاف. هذا باش يدير الكحل، هذا لا البركان، هذاك لا ديال البركان، هذا ديال البركان، هذا ملي تتبرد تتجمد، تتجمد تتكون سائله. وهذا الحجر، هذاك الكوارتز،
فورس هذاك ماشي شنو هذا الحقيقه اللي بدا والاخر الحجه نتاع تا هو كي الداخل ديال الجبل فاش كيبقى واقيلا هذا في لامين في الارض في اليمين هذا شي غزال هنا هنا كما تشوفوا راه الفيديو باين الحجر زوين كاين قالك شي حجر تيشعل فيهم الضوء كاين عقيق كاين شحال من حاجه زوينه انا عجبني بصراحه تعجبني بحال هادشي بزاف والمنظر اللي كاين فيه هو زوين كاين القرود غير تيشوفوك تيبقاو يجيو تيجريو تيبغيو الماكله ولا اخر اي حاجه تتعطي لهم تياكلوها النصيحه وحده اللي جا ما يخليش الطوموبيل محلوله ولا يكون شي ميكا هزها نتاع الماكله راه غادي يسرقوها لك ويديوها دبرتي كل الكاوكاو اللي بالقشرات ينقيه ويرمي له صخ وياكلو كاين تفاح تياكلو اي حاجه عطيتيها له تينقيها وياكلها ولا لا 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 Thank you.
هنا تقريبا دخلنا لكازا تقريبا شي 9:30 نتاع الليل. في شحال من بلاصه مجلسنا فيها، وهنايا بعد المشتريات اللي جبت معايا شحال من حاجه جبتها، بحال هادشي نتاع التمر، الورد، الحنة، هادشي. نتمنى ان شاء الله الفيديو نتاع اليوم يعجبكم، وما تنساوش اللي مازال ما ابونيش في القناه يتابونا، وما تنساوش جيم، وشكرا على المشاهده. الى فيديو اخر ان شاء الله.